السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. اليوم معنا دربير نيكسوس 25-50 من شركة إليمنت، وهو يعتبر الدربير الأغلى من الثلاث موديلات اللي موجودة اللي أنتجتها الشركة. بنشوف كالعادة الكرتونة إيش اللي يجي مع الدربير قبل نبدأ في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. أول مفتشها لين قالت بس لا تعتقدون هذا ترتيب الشركة. أول شيء جاء معها اللي هو الربل، هذا لحماية العدسات، وخيار ثاني جميل جدا أول مرة أشوف الشركة شركة تستخدمه اللي هو الخام هذا أو القماش هذا المبطن، أعتقد بربل عن المطر ويحمل شعار الشركة اللي هي الإليمنت. هذا يركب على نفس الدربير من الأعلى للمطر وما شابه. يجي كذلك الانكيات للزيرو ستوب، وكذلك للقطعة اللي تجي حقت الزوم. يجي الكتالوج، يجي الشماسة، تيوب حق الشماسة، ويجي كذلك خامة التنظيف على شكل ميدالية عليها شعار الشركة، ويجي كذلك طقم الانكيات اضافي احتياطي. هذا اللي يجي من الشركة للدربيل. ونبدأ الآن نتكلم عن الدربيل واللي قريناه من الشركة وفهمناه من الشركة. اولا الدربيل ياباني ابن وجد مثل ما تشوفون هنا، ميدي ان جابان. هو الاغلى من فئه من 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 الشركه، لان الشركه انتجت الى الان ثلاث موديلات، الهيليكس والتيتان والنكسوس. هذا الدربيل ياباني مثل ما قلنا. الدربيل يبدا زومه من 5 إلى 20، القطر 30. الشركه تقول في الكتالوج الضمان مقاوم للماء، مقاوم للضباب، مقاوم للصدمات. طبعا معبى بغاز النيتروجين، إضاءة جانبية، مصنوع من ألومنيوم الطائرات. البرلاكس يبدأ من 10 إلى 1000 إلى ما لا نهاية حسب كلام الشركة. طبعا الدربيل زيرو ستوب، راحة العين مثل ما هو مكتوب في الكتالوج 93/77 ملي. الكليكات الواحد كليك يعادل 1.4 MOA، والجانبية كذلك واحد كل كليك يعادل 1.4 MOA. لا إله إلا الله. طبعا إجمالي الكليكات العلوية 80 MOA، أي ما يعادل 23 مراد. الجانبية الويندج 50، تعطي 50 MOA، أي ما يعادل 14.5 مراد. صوت الكليكات جميل حقيقة. رأي شخصي، أنا أحب الصحيح صوت الأصوات، صوت الكليكات هذه. الطول طبعا 350 ملي متر، الوزن 794 جرام، خفيف ما شاء الله تبارك الله. أربع شبكات تجي للنوعية هذه، ثنتين خاصة بالمراد وثنتين خاصة بالأمو اي، وحطوها هنا هذه اللي هي الاتش الاي اتش ار 1D والاي اتش ار 1C اللي هي خاصة بالأم او اي. طبعا تجي بالشكل هذا، والمراد تجي لها أربع شبكات كذلك اللي هي البي ار الاي بي ار 1C والاي بي ار 1D. تجي 5X وتجي 20X وهذه كذلك، هذه الشبكات اللي تجي معه. الضمان، الشركة تقول الضمان مدى الحياة حسب ما هو مكتوب هنا في آخر الكتالوج.
الضمان مدى الحياة، والوكيل الشركة تقول ضمان مدى الحياة حتى التالفة بسبب الاستخدام العادل اللي هو الاستخدام الطبيعي، هذا كلام الشركة مدى الحياة. الوكيل طبعا يقول ضماننا نفس ضمان الشركة ما عدا سوء الاستخدام، يعني للأشياء الداخلية، يعني عيب بالمصنع، يعني بعد فترة والله ضبب الدربيل أو طلع فيه غبار أو ما شابه، يعني ما هو سوء استخدام أو اختلف وصار ما يمسك الصفر. للأمانة أنا أنقلها عن الوكيل لأني قبل أنزل التقرير هذا كلمته وسألته لأجل آخذ الخبر الأكيد منه، فأخبرني بالشيء هذا. طبعا فيها القطعة هذه تجي كذلك قطعة بدلا منها تقفل هنا للي ما هو حاب القطعة هذه. تصفية الشبكة من هنا تكون على الأخير، هذا للي نظرهم ما شاء الله 6x6، أما اللي عندهم بعد نظر مثلي فيحتاجون أنهم يبعدونها شوي ويقصونها على نظرهم. الدربيل فيه، أنا عجبتني في شركة الألمنت الحركة هذه بعيد عن التعقيد. إحنا يا أصحاب الهوائيات بالذات عندنا ناريات وعندنا هوائيات وكلها مرخصة، لكن مع الهوائيات كثير نحتاج عملية تعديل الصفر إما من الرصاص وتغييره أو السرعات وما شابه. فالألمنت أبعدوا عن الشكل الوضع التقليدي اللي هي يا مفك من الأعلى أو الأنكيات من الجانب، حطوه على شكل قرص، تقدر تطلع القرص ترفع الغطاء تحط الصفر، بعد ما تصفر ترجع الغطاء تركب الغطاء شلكت وتصير بالشكل هذا. كذلك الوندج الجانبي نفس الشيء، تطلع تفكه ترجع للصفر ترجع الغطاء بكل بساطة. أنا حقيقة تعجبني الحركة هذه لأني أتعقد من كثر التصفير. طبعا الدربيل زيرو ستوب FFB، طريقة الزيرو ستوب سهلة بدون أي تعقيد. تفك الغطاء، أول شيء تصفر، الخطوة الأولى تصفر إلين تضبط تصفيرك، ضبطت التصفير تفك الغطاء طلع هذا. هنا القرص الأسود هذا أنا مرخي فيه، لاحظتم أنا راخي فيه، تركب تفكه من ثلاث أماكن ترخي فيه، بعدين تفره مع عقارب الساعة لين يوقف. طبعا هذا بعد ما نصفر وننتهي، إذا وقف شد على الثلاث المسامير هذه وابحث عن رقم زيرو اللي هو على السهم وحطه على نفس الخط هذا التقاطع ذا وركب الغطاء وبكذا تكون انتهيت. الدربيل حقيقة يعني جميل ما شاء الله تبارك الله، هذا اللي أنا استطعت إني أفيدكم فيه. ويبقى الخيار للمستخدم، أحد يبغى دربيل ثقيل خفيف طويل أريض إلى آخره. بعد الفيديو هذا إن شاء الله عز وجل بنزل إن شاء الله تصوير له من الكاميرا، وإن شاء الله عز وجل يناسبكم الفيديو. وأشكر أخوي كذلك ناصر الدوسري أبو فالح لأن سبقني في الطرح والتغطية على الدربيل هذا، ولكن كلنا مكملين البعض والكمال لله جل وعلا، والله يوفقنا وياكم التوفيق المبارك. هذا تصوير الشبكة الآن من الدربيل النكسس. الزوم الآن على 5، الآن على 6، الآن على 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 19، 20. هذا أعلى زوم بس لأجل تشوفون الشبكة.